هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من إسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. مرحبا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، وبداية نبدأ بهذا السؤال حول العاقلة شيخنا في حالة القتل الخطأ، على القاتل الخطأ قتل الدية، والدية تكون على العاقلة، فمن هي العاقلة التي تحمل الدية وما مقدار الدية؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، سمعت هذا السؤال في الحلقة الماضية، أن هناك من يسأل يقول إذا كان الجاني ارتكب جريمة خطأ، فهل الدية تجب على الورثة، ورثة القاتل، الرجال والنساء، ولا تجب على الرجال فقط، ولا للذكر مثل حظ الأنثيين مثل مراته؟ وهذا يعني بعض من السؤال الذي ذكرته. الدية كما هو معلوم تجب في قتل الخطأ، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فتحرير رقبة مؤمنة من هذا، وفي إشارة إلى الكفارة، يعني قتل الخطأ يترتب عليه الدية وتترتب عليه الكفارة. قتل الخطأ يجب عليه أن يكفر عن خطئه، أنه خطأ غير مؤاخذ عليه، لا إثم عليه فيه من حيث الإثم، لكن فيه عقوبة تنبيهية تقول له: كان عليك أن تأخذ مزيدا من الاحتياط، بحيث يعني لا يكون منك هذا الخطأ الذي أدى إلى قتل النفس، لأن قتل النفس ليس بالأمر الهين، وإن كان هو خطأ، لكن قد يكون الخطأ يصحبه يعني بعض عدم الأخذ بالإحتياطات الكافية، فجعلت له الكفارة من أجل ذلك، بحيث يتنبه نفسه ويأخذ الاحتياط ولا يتساهل في مثل هذه الأمور التي ربما تؤدي إلى قتل الخطأ. والكفارة تحرير رقبة، والرقبة غير موجودة الآن،
البديل لها هو الصيام، وصيام شهرين متتابعين كما ذكر آخر الآية. وفدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يجب على القاتل الخطأ إذا كان القتل لم يثبت بإقراره، وإنما ثبت بالبين ومعرفة الناس وشهدوا أنه قاتل والقاتل كان خطأ، تكون الدية تجب عليه الدية، وتكون الدية على العاقلة وليس عليه. أما إذا كان القتل خطأ ثبت بإقرار الجاني والناس ما عرفوش وما علموش به ولم يشتهر وليس عليه بينة أنه قتل خطأ، فلا تتحمل العاقلة الدية عن الجاني، لأنه يتهم ربما يتواطأ يعني الجاني مع المجني عليه بحيث يأخذ الدية من العاقلة ويأكلوها ظلما. وإذاك بدام القاتل ما ثبتش إلا من جهته هو، معناه هو متهم، فلا تتحمل العاقلة الدية. وتحمل العاقلة الدية هو هل هو من باب التحمل والمواساة، ولا هو واجب عليها أصالة، في اختلاف بين الفقهاء. ثبت في الحديث أن الدية على العاقلة، وهذا الحديث وإن كان إسناده يعني ليس بذاك الإسناد كما يقول الحافظ ابن عبد البر، قال لا يطلب له إسناد لشهرته، مثل الدية على العاقلة، ومثل حديث لا وصية لوارث، ومثل حديث والطهور ماءه والحل ميتته. هذه الأحاديث شهرتها أغنت عن إسنادها. إذا أردت أن تتبع قانون الرواية والأسانيد والجرح والتعديل، ربما لا تصح هذه الأحاديث بهذا المعيار، لكن الناس كلها والعلماء كلهم عملوا بها، وهذا يغني عن إسنادها. وإذلك نجد الإمام الترمذي في جامعه كثيرا ما لما يذكر الحديث، وربما الحديث يكون فيه غرابة ولا يكون هو غير محفوظ ولا كذا، يقول عليه العمل، يبين لنا أنه وإن كان في إسناده شيء لكن تعزز بالعمل، العلماء قبلوه، جملة العلماء وجماهير العلماء يعملون به، وما دام عملوا به معناه هو على قواعد الشريعة ومعانيه صحيحة ثابتة، حتى ولو لم تكن هذه الألفاظ بعينها وبذاتها بمقتضى معيار الجرح والتعديل تتحصل على درجة الصحة، حتى ولو كان الأمر ليس كذلك، لكن معنى هذا الحديث معناه ما دام قبله العلماء وعملوا به معناه أحكامه موافقة لقواعد الشريعة العامة وهي صحيحة، والعمل بها لا يطعن فيه ولا يتطرق إليه يعني تهمة ولا شيء، ولا يقال هذا عمل بحديث الضعيف، لا يرد عليه هذا. فمن ذلك هذا الحديث حديث الدية على العاقلة، وأيضا شهرته أغنت عن إسناده. والعاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ إعانة للجاني لأنه غير متعمد، والعاقلة هي عند أهل العلم بعضهم من يراها أنها خاصة بالعصبة، معنى العصبة هي على كل حال إما العصبة وإما أهل الديوان، وإلا هما معا، لكن لا يتحمل الدية النساء ولا الصبيان غير البالغين بالإجماع، بإجماع العلم. المرأة
لا يجب عليها شيء. يعني هذا السائل يقول هل المرأة يجب عليها مادية نصف الرجل أو مثل الرجل؟ قال له هي لا يجب عليها شيء أبدا، وهذا بإجماع أهل العلم، لأنها المرأة والصبي قالوا لأنهما ليس من أهل النصرة، الدية تجب على أهل النصرة، وأهل النصرة هم العصبة، وألحق بهم كثير من أهل العلم أهل الديوان، والعصبة تجب عليهم بالترتيب حسب قرابتهم، حسب قرابتهم من الجاني، يعني الأول الإخوة وأبناء الإخوة هذون في الدرجة الأولى، فإذا ما كانش فيهم العدد الكافي اللي يستطيع يوفي بالدية ينتقل لمن بعدهم وهم الأعمام وأبناء الأعمام، فإذا كان ما فيهمش أيضا من يوفي ينتقل لأبناء الجد الأدنى من جهة الأب، أولاد الجد الأدنى من جهة الأب ينتقلهم كلهم يطالبون، وإذا كان ما كفوش ينتقل الجد الأعلى، وإذا كان ما كفوش ينتقل إلى القبيلة، القبيلة كلها تحمل، وإذا القبيلة كلها ما كفتش تنتقل إلى القبيلة المجاورة لها. فهذا يبين لنا أن الشارع يحرص على أداء الدية، وأنه لا يجوز أن يذهب الدم هدرا، لابد أن يكون عليه تعويض، لابد أن تكون هناك دية. ولو افترضنا أن أولا هم منهم يعني غير العصبة، من يتحمل غير العصبة؟ قلنا هناك من يرى أن أهل الديوان أيضا يتحملون، الإمام مالك في المدونة اقتصر على في الدية على العصبة، ولكن وردت روايات أخرى عنه في غير المدونة في كتب أخرى من الأمهات، وكذلك في الموطأ، في الموطأ وفي المدونة أن الدية هي على العصبة، لأنه ذكر أن الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر على العصبة، ثم جعلها عمر على أهل الديوان. فوردت عنه رواية أخرى في غير المدونة أن أهل الديوان أيضا يعني ينبغي أن يدفعوا الدية عن القاتل. والمقصود بأهل الديوان، الديوان المقصود به هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، يعني كانت يعني الجيوش الإسلامية في عهد الخلفاء ما كان الناس متفرغين للتجيش وما في عندهمش عمل آخر ولا كذا، بل هناك دفتر وسجل يجمع أسماءهم، إذا نادى نادي منادي القتال والجهاد ينادى عليهم الموجودون في هذه الدفاتر، ينادون ويخرجون للجهاد ويعطون يعني أرزاقهم من بيت المال، عندما يكون هناك خير في بيت المال يتقسم عليهم الأرزاق على هؤلاء الجند، فهؤلاء هم الذين يعقلون عند كثير من أهل العلم، حتى المذهب المالكي يعني ما مشى عليه مختصر الشيخ خليل وابن الحاجب أن الديوان هو يبدأ به قبل العصبة، ويقوم مقام الديوان في الوقت الحاضر الموظفون اللي هم يتبعون الجاني، كان هو في نقابة موظفين من فئة معينة من التعليم ولا في ديوان من الدوائر الأخرى، كل الناس اللي في نقابة الموظفين معه كلهم يعدون من أهل ديوانه، الرجال فقط هم الذين يدفعون، إذا كان في
هناك نساء عاملات في هذه النقاوة كذا لا يتحملون الدية، لأن الدية كما هي يعني متفق عليها الأساس الذي تقوم عليه هي النصرة والقتال، والمرأة ليست من أهل القتال، ولذلك لا تجب عليها دية. لكن لو افترضنا أن هي قتلت خطأ فإن الدية العاقلة تتحمل عليها، ولكن هي لا تحمل يعني شيئا من الدية مع العاقلة. فأهل الديوان والعصبة هم المطالبون بأن تقسم عليهم الدية مقدار الدية، ومقدار الدية هو على أهل البادية 100 من الإبل، وعلى أهل الحضر 1000 دينار من الذهب الخالص أو 12,000 درهم من الفضة. فالدينار من الذهب الخالص ميزان الدينار 4.25 جرامات، فمعناه 1000 دينار وزنه 4.25 كيلوغرام من الذهب الخالص من السبيكة. هذا هو المقدار الكامل للدية، فدية الرجل المسلم في قتل الخطأ، لأن بعد ذلك تختلف باختلاف المجني عليه، مسلم وغير المسلم والمرأة والرجل يختلف مقدار الدية. لكن هذه الدية الكاملة هي 4 كيلو ذهب وربع من الذهب الخالص، أو قيمتها من غير الذهب، و12,000 درهم، الدرهم في ما يقارب 3 جرامات، معناها 3 جرامات في 12,000. فهذه هي قيمة الدية من الذهب ومن الفضة ومن الإبل، والذي يتحملها في قتل الخطأ هو العاقلة كما ذكرت. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب شيخنا، في حالة عدم وجود العاقلة هل يجوز الصلح عن الدية بأقل منها أو بما يدفعه أحيانا التأمين؟ عند عدم وجود العاقلة زي ما هو الموجود الآن في كثير من الأماكن، العاقلة غير موجودة، عاقلة منظمة تكاد لا تكون توجد أبدا، حتى الأماكن اللي فيها ما يسمى عاقلة هي مجرد يعني تقدر تقول جماعة يقومون بالصلح ويفرضون الصلح أحيانا على أهل المجني عليه حتى من غير رضاهم، وهذا غير جائز ولا يحل ولا يصح. الأصل أن الدية هذا هو مقدارها، لابد أن تكون بهذا المقدار الكامل، 1000 من الإبل وإلا 1000 دينار وإلا 12,000 100 من الإبل. نعم، لا 100 من الإبل. نعم، هذا هو الأصل على أهل البادية أنها 100 من الإبل، هذا هو الأصل فيها. لكن يجوز الصلح عنها بأقل من ذلك مع العاقلة، إذا العاقلة اتفقت ولا الجاني المجني عليه مع الجاني اتفقوا على أقل من ذلك فيجوز الصلح على ذلك، لكن لا يكون الصلح إجباريا. بعض المحلات الأماكن في المناطق الليبية في البادية ولا غيرها، يعني هناك مجموعة 5 أو 6 من الأعيان والمشايخ، كل قتل يفرضون فيه على أهل المجني عليه أن يقبل مقدار من الأرز، مقدار من الأكل، من الشياه كذا، 1000 دينار 2000 دينار. هذا إذا لم يكن فيه تراضي فهو غير جائز وباطل وحرام، لأنه أكل للمال بالباطل. لابد أن يكون الصلح باختيار وبرضا أهل المجني عليه حسب ما
الإمكان. فإذا كان بيت المال غير فإذا كان العاقلة غير موجودة فالواجب على بيت المال أن يدفع الدية. بيت المال مسؤول على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: أنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه، أرثه وأعقل عنه. بيت المال، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بيت المال، فيجب على بيت المال أن يقوم بهذا الواجب عند فقد العاقلة. وإذا بيت المال أيضا كما هو الحال غير منتظم ولا غير موجود ولا يعبأ ولا يباري بهذه المسائل ولا يعني يهتم بمسائل الأحكام الشرعية والعاقلة غير موجودة، فعلماء المالكية يقولون هي تجب على الجاني بقدر ما يستطيع، لأنها واجب عليه بالأصالة، والعاقلة هي تحمل عليه مواساة، تواسيه وتسانده. فإذا هي غير موجودة يرجع به إلى الأصل، فإذا كان عنده قدرة على الدية كاملة يدفعها، وإذا كان ما عنده إلا على ربحها ولا على عشرها ولا عليه مقدار يدفعه، وهذا ما يجب عليه. باقي يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وغير علماء المالكية يقولون إذا كان العاقلة غير موجودة وبيت المال لا يتحمل الدية فلا تجب على الجاني وإنما تسقط، ولأن الدية واجبة بالأصالة على العاقلة، فما دام هي غير موجودة فالجاني غير مكلف بها. بقي سؤال، يعني ما المقدار الذي يتحمله الناس إذا أردنا أن ننظم الآن ننظم العاقلة، ما المقدار الذي يتحمله كل شخص؟ قلنا يجب على الرجال فقط، ولا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على المجانين ولا على الفقراء، الفقراء لا تجب عليهم، لا تجب إلا على القادر فقط. ما هو المقدار الذي يجب على كل شخص؟ علماؤنا يقولون ليس هناك مقدار محدد، بل هي بالاجتهاد، كل قدر وقدر، زي ما يقولوا اللي يقدر على ألف يتكلموا بألف، اللي يقدر على مئة يأخذ من مئة، اللي يقدر على أكثر إلى غير ذلك. فهي بالاجتهاد وليست هي يعني محددة. لكن غير علمائنا، علماء الآخرون الشوافع والحنابل وكذا، يحددوا الحنفية يحددون، علماء الحنفية يقولون 3 دراهم و4 دراهم على كل شخص، لا يؤخذ منه أكثر من ذلك، لأن إذا أخذنا من وقت من ذلك أرهقنا الناس، وإذا أرهقناهم أبطلنا الدية يتركونها، فلا نكلفهم إلا بما يقدرون. علماء الشوافع يقول نصف دينار على القادر، واللي ما يقدرش مش غني كذا ربع دينار. فليست هي مجحفة، حتى من يحددها ليست مجحفة، بل هي بقدر الاستطاعة، إما بالاجتهاد، وحتى من يقدرها يقدرها ب 3 دراهم أو 4 دراهم. والعدد الذي يتحمل من العاقلة قال لابد أن يزيد على 1000 شخص، مش على 10 ولا 20 ولا 3، لابد أن يزيد على 1000. فإذا وفوا كذا، بعد إذا لم يوفوا يعني ينضم إليهم غيرهم، إذا كان مش موجود من الدرجة الأولى العصبة الأقربون، إلى من بعدهم إلى من بعدهم، إلى الديوان وهكذا إلى الدواوين الأخرى حتى الديوان، لأن الديوان اللي مطلوب منا أن يدفع دية هم على العهد الأول هم جند أهل الجاني، جند تلك المنطقة، لأن كل جند يدافعون عن منطقتهم وعن بلدتهم. مثلا في طرابلس الجند في طرابلس يدافعون عن طرابلس، هم اللي يتحملوا الدية، ما يتحملش الجند اللي هم في مصراتة ولا في بنغازي، إلا إذا كان لم يقدروا ولم يوفوا فينتقل إلى جيرانهم وهكذا. فالمسألة هي منظمة في الفقه، يعني طريقتها سهلة ومنظمة وسلسة، لكن تريد همة من الناس أن يكون عندهم رغبة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مثل هذا الأمر الخطير المهم،
لأن هذا لا يجوز إهماله، دماء دم لا يمكن يعني هكذا يترك هدرا من غير تنظيم. كان حصل أهل المجني عليه مقدار 1000 ولا 2000 فبيع وإلا يذهب الدم، هذا ما ينبغي، هذا بد أن يكون هناك تنظيم. أما فيما يتعلق بالصلح الذي ذكرته، الصلح على الدية إن كان من بالتأمين فهذا فيه غرر، لأن الحالة على التأمين، التأمين هو لا يدفع الدية كاملة، وإنما يدفع حسب دراسات عنده، مرات يدفع الربع النصف الثلث، فهي إحالة إلى مجهول، غرر، هذا صلح بمجهول. الصلح لابد من أحكامه أن تبين أحكام الصلح. الصلح هي مثل معاملة البيوع والعقود الأخرى، عقد من العقود لابد أن تنتفي عنه الجهالة والغرر. فلحالة إلى التأمين زي ما يفعل عامة الناس، يقول خلاص خذ الأوراق وخذ فلوس من التأمين، هذا غير جائز، لأنه يحال إلى مجهول، قد لا يتحصل على شيء وقد يتحصل على قليل أو كثير، فهذا غير جائز. وهذا من الأصل إذا كان هو التأمين تأمين جائز، تأمين يعني بموافق الشريعة، مش تأمين الغرر والتأمين التجاري القيم على القمار، هذا لا تجوز حول عليه أصل لا في هذا ولا في غيره، لأن معاملة فيه من الغرر مغرر محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجمع على تحريمه، الغرر الكثير مجمع على تحريمه. فإذن الصلح إذا كان من التأمين هذا غير جائز لما فيه من الغرر، وإذا كان هو بالتوافق بين الجاني والمجني عليه والعاقلة ويعني الجاني وكذا وتوافقوا على مقدار فهذا يجوز، لكن بعدين تبقى هناك أحكام أخرى لابد من ملاحظتها. إذا كان هو التأمين الصلح من جنس الدية نفسها، والدية هي كما هو معلوم هي مخففة، دية الخطأ مخففة، ومعنى مخففة تخفيفها من 3 نواحي، من حيث كونها على العاقل وليس على الجاني، ومن حيث أنها تنجم يعني تقسط إلى 3 سنوات ما تدفعش كلها معجلة تخفيفا على العاقلة، ومن جهة يعني أنها في الإبل تكون مخمسة تقسم إلى 5 أقسام، بنات مخاض وبنات لبون وإبل لبون وحقة وجداع وجداع وإلى آخره، فهي مؤجلة. وعندما نريد أن نصالح على شيء معجل بأقل منه إذا كان من جنسه هذا لا يجوز، لأن يترتب عليه ضاع وتعجل. كان واجب عليك أنت 1000 دينار تقول أو بنعطيك منهم 500 دينار وهي مؤجلة وبنعطيك منها 500 دينار حالة، يقولك هذا غير جائز، لأن يترتب عليه ما يسمى في الفقه ضاع وتعجل، يؤدي إلى أنا سلف جر نفعا وهو ممنوع. وإن كان بغير جنسها يعني هي إبل ويدفع بدلها نقود ولا ذهب ولا كذا، فهذا من غير جنسها. الصلح من غير جنسها قبل الأجل بأقل لا يضر، لأن ضاع وتعجل هذه ما تكونش ممنوعة إلا في الجنس الواحد، أما إذا اختلفت الأجناس اللي عليه مثلا 1000 دينار مؤجلة وقلت له بندفع لك يعني مثلا ثياب ولا أشياء أخرى معجلة الآن أقل من قيمتها، هذا جائز غير ممنوع، لأنه لا يدخله ضاع وتعجل في مع اختلاف الجنس، لا يدخل المنهي عنه وهو ضاع وتعجل اللي ورد النهي عنه في الحديث. فإذا من الأحكام المصالحات لها أحكام خاصة الدية يعني، ولابد عندما يقع مثل هذا الأمر ما ينبغيش الناس أن يجتهدوا هكذا الأعيان ومشايخ القبائل ويصدروا أحكام في مسائل الشارع نظمها وجعلها أحكام
وتكون أعمالهم مخالفة ومنهي عنها ومحرمة وممنوعة، هذا لا ينبغي. لابد أن يكون معهم شخص من أهل العلم بحيث تكون أعمال فيما يتعلق بالصلح من حيث مبدأ الصلح من حيث هو، ما يكونش هو مفروض بالقوة والقهر من غير تراضي. ومن حيث الصلح هل يجوز ولا لا يجوز، بأقل ولا بأكثر، ولا عند الأجر ولا قبل الأجر، هذه كلها تحتاج إلى من يعرف أحكامها. ولا يجوز للناس أن يتجروا على أحكام الله ويبقى يترأس مثل هذه المسائل من لا يعلمها الأحكام ويقعون في المخالفات الشرعية، لأن لا أحكام الناس وأمور الناس لا يمكن أن تستقيم إلا إذا احترموا أحكام الله سبحانه وتعالى وراعوا محارمه. وما ينفعش يعني الإنسان قد يخطي في شيء أحيانا لكن يستمر وتبقى هي قاعدة مستمرة على الخطأ ولا يراد إصلاحها، فهذا مثل العمد يعني، حتى الجهل هذا صاحبه مؤاخذ به، ما يقولش هؤلاء يعني من غير ما عندهمش معرفة ويعملوا في المسائل هذه عن غير قصد وكذا، لا لا يقال هذا غير، لا هذا لا ينفع. هذا الجهل قد يعذر في صاحبه إذا فعله لأول مرة غفلة منه، لكن يستمر الخطأ والجهل المخالف لأحكام الشرعية فهذا غير جائز، لا يمكن أبدا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. الأخ سليم معي من مصراتة وعذرا على الإطالة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن الغيالي مفتي عام ليبيا. اهلا وسهلا بك، تفضل يا اخي. جزاكم الله خير، كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير، تفضل يا اخي. عندي سؤال يا شيخ عبد الله لو سمحت لي. تفضل به. على باكس الله عز وجل نبدا بالسؤال الاول. نعم. اهل المقتول، اهل المقتول على خلاف، يعني اولياء الدم، وللمقتول ثلاثه اخوه فقط. اباك الاول يريد القصاص من القاتل. أما الأخ الثاني فيريد الدنيا النار، أما الأخ الثالث فيريد العفو. أي من الإخوة يرص الطلبة الآن؟ يعني اختلف أهل القتيل في أخذ في الدنيا أم الصلح أم العفو. تمام. لا يا شيخ عبد الله. طيب. السؤال التالي، وأما زوجتي قطعة الأرض قبل أن يموت، هل قطعة الأرض هذه بعد وفاته تكون من ضمن الورثة أم لا؟ وتصرفت فيها الزوجة، هل تصرفت فيها الزوجة قبل الموت؟ ده سأل فيها شخص يا شيخ عبد الله. نعم. طيب. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياك يا أخي. نعم. خالد من سبها، تفضل يا أخي خالد. بالله يا شيخ، هل حلق شعر العانة يقدر ولا لا؟ عاود سؤالك يا أخي. هل حلق شعر العانة يقدر ولا لا؟ طيب. في طيب سؤال اتصال آخر. نعم. نعم جمال من طرابلس، تفضل أخ جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله. وياك. الشيخ 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 عبد الرحمن، حفظ الله ربي يحفظهم ويحفظهم. اتكلم على الدين، لا الدين عفا، هل مسلم هو عاش في أوروبا تقريبا ولا تعرف، لكن ده خطأ في السيارة خطأ، قال هل يسمى لي ولا دية؟ هل هذا أنت الآن قتل خطأ عن طريق مش بغض النظر عن السبب، يعني سيارة، حد سيارة أم غيره، من قتل خطأ؟ هل يسمى لي هو نصراني مش مسلم؟ نعم القتيل نصراني. ايوه المتن المطروح يجيبك الشيخ. طيب ان شاء الله بارك الله فيك. طيب. نعم نعم عبد الرؤوف من طرابلس، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي الكريم. الشيخ ما حكم من افطر السهو في نهار رمضان عند الشافعيه؟ عند ايش؟ الشافعيه. عند الشافعيه. ايه طيب جزاكم الله كل خير. وياك. نعم ما في سؤال آخر. طيب شيخنا ربما نعم طيب هذا الاتصال. طيب أعطيني الاتصال. نعم
طيب ميلاد بن مرزق تفضل. دار الافتاء ولا؟ اي نعم تفضل. احنا في سؤال يعني بنقدمه، في واحد عنده خمسه ثلاث بنات وزوج اولاد على قيد الحياه. نعم. وعنده مال في المصرف حوالي 60 دينار، هو مازال ما توفى يعني 60,000. وهاملين مثلا اذا سمح الله توفى كيف يتم في المال يعني؟ كيف هاملين؟ ايش تقصد هاملين؟ هاملين مال؟ هاملين ابوهم، هاملين مع اليوم فوق من 20 سنه و 30 سنه ما يمرش عليه لا سلام لا استثناء، مهتمين بشهاده يعني، هم اللي قائمين بالدور يعني. ايه مقاطعين والدهم يعني. مقاطعين والدهم. طيب هل يعني هل لا ياخذون من الارث ام لا؟ ايوه بالظبط. طيب يعني. حاضر. ماشي. طيب. طيب اخر اتصال الشيخ عبد الفتاح من طرابلس تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا مرحبا. حياك الله حيا شيخنا تفضل. يا اهلا وسهلا بك تفضل. انا مصاب بالكورونا. نعم. ويدي فيها الإبرة أخذ بها جرعات، والوضوء عند أريد الصلاة أتوضأ، طلب مني الدكتور التيمم من حلصبة نحن تاع الإبرة. نعم. هل أمسح أم أتوضأ تيمم؟ طيب الآن يجيبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. شفاك الله وعافاك وعافى جميع المشاهدين والمستمعين الكرام. طيب شيخنا يعني هلا نبدا بالسؤال الاخير، هذا اخ عبد الفتاح ربما تعرضتم له، وهي يقول انه مصاب بكورونا وياخذ في ابر وعلاجات ومن ضمنها ايضا ياسل عن الفطر في رمضان وكذلك ايضا التيمم اثناء الصلاه لان يبدو ان الابره ملصقه في يده. يجوز له الفطر لان كما ذكرنا في المره الماضيه هذا المرض يحتاج إلى شيء من العناية بالغذاء وبالأكل وبالدواء في أوقاته، وما يجوز لاش أن يمتنع عن الفطر، بل يجب عليه أن يأخذ بكل الأسباب والاحتياطات المطلوبة التي يوصي بها الأطباء بحيث يعني يتجاوز هذه المشكلة اللي هو يمر بها الآن، فالإفطار لا حرج عليه. أما فيما يتعلق بالوضوء، إذا كان يتأتى له الوضوء بالمسح على الجبيرة ولا يترتب عليه خلل في علاجه، بمعنى ما هذه الحقنة ما تتأثرش وما يقعدش الطبيب بعد ذلك في كل وضوء يبحث له عن مكان آخر، وهذا إذا يحصل شيء من هذا فله أن يتيمم. وإذا كان المسألة هي ميسرة، وأرى أن المسألة لا تكون ميسرة في مثل هذه الظروف، فيجوز له أن ينتقل إلى التيمم لأنه مريض، الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو على سفر وكذا أذن له في التيمم. فإذا هو تماثل إلى الشفاء وصار تجاوز الأزمة وأصبح أموره تتحسن، بعد ذلك يمكن أن يطبق ما ذكره من مسألة المسح على الجبيرة عندما يسمح له بالتنقل من السرير وتبقى أموره ميسرة. إذا كان هو ملازم للسرير وملازم لأدوية والحقن والخراطيم مربوطة بيده وكذا، فهذا يعني لو هو عمل ما اقترحه من مسح الجبائر قد يؤدي إلى يعني قطع هذه الأدوية كلها عليه و إزالة هذه المواسير وكذا، وربما هذا يؤثر على علاجه، وإنسان ما يجوز لاش يعني أي شيء قد يترتب عليه تأخير العلاج وإلا مخاطرة وإلا كذا، ما يجوز لاش المسلم لا يجوز أن يرتكبه، والله سبحانه وتعالى خفف عنا في الطهارة وخفف عنا في الصيام، والقرآن يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، من لا يقدر على الوضوء يتيمم، ومن لا يقدر على الصوم يفطر ثم يقضي بعد ذلك. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ سليم يسأل عن أيضا في نفس السياق الدية، يقول لو في حالة اختلاف أهل القتيل إخوة القتيل اختلفوا، القتيل خطأ
اختلفوا في أحدهم يريد العفو والآخر يريد الصلح والآخر والثالث يريد الدية، فكيف يرجح بينهم؟ إذا كانوا في درجة واحدة كما ذكر السائل الكريم، فإذا واحد منهم طلب العفو يسقط القصاص، القصاص يسقط بطلب واحد منهم. المتساوون إذا واحد منهم قال لا نريد القصاص يسقط القصاص وينتقل بعد ذلك. وإذا كان القتل خطأ، القصاص يتكلم على العمد، يعني هذا قتل عمد، وعندما واحد من الأطراف يعني يترك وهو مساو متساوون في الدرجة يسقط القصاص. لكن سقوط القصاص هل يجوز لمن يسقط القصاص أن يشترط يقول نبي ما بيش نقتص لكن بشرط ناخذ الدية، ولا لا يجوز له ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف عند علمائنا. ابن القاسم يقول لا، ما يجوز العفو إلا مجانا، ما يجوز مقابل الدية، لأن القصاص لم يجعل الله فيه دية محددة وإنما جعل فيه القصاص. لكن يجوز التوافق والتصالح على دية حسب ما يتفقون عليه، قليل ولا كثير. وإذا كان بالاتفاق فهذا جائز، لكن أنها مشروطة عند الشيخ ابن القاسم، لأنها تكون مشروطة من اللي بيعفو يقول أي ما نعفوش إلا بالدية، هذا ليس من حقه عنده. هناك قول آخر في المذهب وهو قول الإمام أشهب، يقول يجوز يعني العفو للدية، يجوز الإنسان يقول أنا ابن عفو ما بيش نقتص لكن بشرط أن نأخذ الدية المقدرة اللي هي دية الخطأ، عنده يجوز له ذلك. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ جمال من طرابلس يسأل، يقول أنا في حالة أن القتيل غير مسلم فهل تكون عليه دية أيضا على القاتل الخطأ هنا؟ وتكلم على الكفارة. نعم. دية غير المسلم فيه دية، لكن هي نصف دية المسلم. لكن الكفارة غير واجبة عند علمائنا، الجمهور يوجبونها، لكن علمائنا يقولون الكفارة في قتل غير المسلم غير واجبة، وإنما هي على وجه الاستحباب والندب، إذا أراد أن يصوم فله ذلك وهو أولى، وإذا لم يصم فلا تجب عليه عند علماء المالكية، لكن غيرهم يوجب الكفارة حتى في قتل غير المسلم. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا ورد سؤال عن امرأة توفي زوجها وعدتها تكون أيضا في أيام الحج، وقد خرجت لها القرعة بهذا العام للحج، فهل يجوز لها الذهاب في هذه الحالة؟ المرأة ما دامت في العدة، هو الحج ربنا تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة منها الزاد والراحلة ومنها الرفق المأمون للمرأة ومنها أن يكون مأذونا لها في السفر. فإذا كان واحد من هذه الأشياء تخلف فهي غير مستطيعة، وذلك لا يجب عليها الحج، ولا يحاسب الله تبارك وتعالى أن يقول أنت طلعت لك القرعة وما حجتيش، لأنها في هذه الحالة وقت العدة هي غير مستطيعة لأنها ممنوعة من السفر. كان عمر رضي الله عنه يرد النساء لمات أزواجهن، مات أزواجهن يردهن من البادية، بعد ما حتى بدت وسافرت وبدت في السفر وتسمع بزوجها ما تردها، يقول خلاص ما تمشيش الحج إلا إذا تلبست بالإحرام، إذا لم تتلبس بالإحرام يرجعها. فهذه ما دام هي الآن يعني هي في العدة وممنوعة من السفر في وقت العدة وممنوعة في المبيت من المبيت في غير بيت زوجها، لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج ولا إلى غير الحج إلا لضرورة، إلا إذا كان ضرورة يعني مرض شديد وما تعين عليها السفر فيجوز لها للضرورة، الضرورة تبيح المحظور، لكن اختيارا هكذا يعني ليس واجبا عليها لأنها غير مستطيعة
في هذه الحال. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال حول الحائض تريد أن تختم القرآن في شهر رمضان، فهل لها القراءة في رمضان وأحيانا تحتاج قد تحتاج إلى تقليب مصحف؟ المرأة الحائض ورد العفو عنها، مروي عن عائشة وغيرها وعن أكثر كثير من أهل العلم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها خوف النسيان. يجوز للمقرئ القرآن ولقارئ القرآن الذي يعني يتعلم القرآن ولمن يراجع القرآن من أجل ألا ينساه، لأن الحيض يتكرر ويأتي كثيرا، فإذا كان منعت المرأة من القراءة أثناء الحيض معنى يتعذر عليها جمع القرآن، وإذلك أبيح لها القراءة من الحفظ لهذه المصلحة. إذا كانت في هذا الباب من هذا الباب يعني من أجل أن تحافظ على ما حفظته من أجل أن تتعلم وتزيد في الحفظ، فيجوز لها أن تحفظ القرآن أن تقرأ القرآن من حفظها، ولا يجوز لها أن تمس المصحف عند جمهور أهل العلم. مذاهب الأربعة لا يجوزون لها أن تمس المصحف إلا عند ابن حزم. ومس المصحف الآن يغني عنه الأجهزة الكمبيوتر والنقال وكذا، القرآن موجود فيها، وهذه ليست مصاحف، النقال ليس مصحفا حتى وإن كان فيه القرآن وفيه التفاسير وفيه المكتبة الشاملة وفي كتب العلم كلها، لكنه لا يسمى مصحف ولا يعطى حكم المصحف ولا يعطى حكم هذه يعني الكتب الشريفة. فيجوز الإنسان أن يصحبه وأن تمسه الحائض وأن يصحبه في يعني بيت الخلاء، كل هذا لأن ليس حكمه حكم المصحف، وذلك يجوز لها أن تقرأ منه. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. طيب شيخنا أيضا هذا جاء السؤال أخ ميلود من مرزق، يقول أب له بنات وخمس بنات وولدان، ويقول أنه يعني يقاطعونه منذ 20 سنة، فسؤال السائل حول هل يرثون الأب هؤلاء الأولاد المقاطعين، هل يرثون الأب في حالة وفاته؟ نعم، وذكر أنه عنده مال بالمصرف وهو مهمل. نعم. وماله لا ينتفع به. أولا ينبغي أن يعمل على إصلاح أمره في الدنيا قبل الموت، وأن ينتفع بماله بحيث الناس ليتولوا أمر من قرابته أو جيرانه يرفعون أمره إلى القاضي ويطالبوا شخص يتولى الوصاية عليه والتصرف في ماله بما ينفعه وينصلح به أمره. فهذا يجب أن يفعلوه الآن، لا يجوز التخيل، لأن في هذه الحالة قد يكون محتاج إلى ماله ليعالج به نفسه وليسافر به وهو غير قادر على ذلك. وما يجوز لأي أحد أن يتصرف في مال الشخص وهو حي إلا بإذن من المحكمة ينصب عليه شخص ولي عنه ووصي عنه. فهذا اللي يجب أن يعملوه مبدئيا بحيث يعطوهم تخويل أنهم يسحبوا من ماله في المصرف ويقوموا برعايته وأكله الأكل الصحي وعلاجه وبكل ما يلزمه. أما فيما يتعلق بعد ذلك بعد موته، يعني إذا فضل شيء بعد ما تطلبه علاجه والنفق عليه بالصورة الصحيحة المشرفة لو في حياته، لا ينبغي أن يعيش محروما مظلوما مقهورا هكذا ممنوع من الطيبات ومالا موجود في المصرف وأولاده يتخلون عنه، هذا غير جائز، هذا تفريط لا يحل هذا، بل ينبغي أن يتولى من قبل الحاكم من يخرج ماله ويصرفه عليه بالصورة الصحيحة من غير إسراف ومن غير تبذير بحيث هو ينتفع بماله في حياته. فإن بقي شيء بعد ذلك بعد موته يكون لورثته سواء العاق منهم والبر، لأن يعني الميراث تولاه الله عز وجل، تولى قسمته ولم يتركه لأحد من خلقه، فهو يدخل في أموال الورثة جبرا من رضي ومن لم يرضى، ما فيش حد يقدر يحرمه من الميراث بعد موته. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا خالد من سبها يسأل عن حلق العانة في نهار رمضان، هل تفطر؟ لا أبدا لا يفطر هذا.
إزالة الشعر من العانة ولا من غير العانة. لا يفطر الذي يفطر هو أن الإنسان يدخل شيئاً إلى جوفه من الطعام والشراب أو إلى حلقه أو يمارس العمل اللي هو من باب الشهوة، إما جماع وإما يمارس شيء من بنفسه مع يعني أعضائه بحيث ينتجي وتحصل له الشهوة ويخرج منه المذي ولا المني. إذا فعل ذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء وأحيانا تجب عليه الكفارة، لكن مجرد أنه أن يحلق عانته ويحلق أي مكان من جسمه دون شيء من يعني إثارة شهوته ولا خروج شيء من يعني من مني أو مذي، فهذا لا يؤثر على الصوم ولا شيء فيه، بل ينبغي الإنسان أن يعمله إذا دعت إليه الحاجة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.